قضية إثبات النسب من الزنا، وقد وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين المسلمين. إنسان من أهل الإسلام يرفض هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يستحق النسب العاهر، وهذا أمر مجمع عليه. الذي ولد من زنا لا ينسب. طيب، يأتي بعض الشيوخ الجهلة من ذوي العمائم الكبيرة الفارغين من العلم ويقول: حرام، هذا إنسان، ما ذنب هذا المسكين حتى يعيش حياة معذبة، حقوق الإنسان. ذنب هذا المسكين، نحن نعيش بفضل الله في بلاد إسلامية، كم نسبة أولاد الحرام عندنا؟ أولاد الزنا، أولاد الحرام بالمعنى الحقيقي ليس المعنى المجازي، كم نسبتهم؟ واحد بال10,000، واحد بال100,000، ظاهرة لا تكاد توجد. قد تعرف في حياتك واحد أو لا تعرف، أليس كذلك؟ قليل جدا، لا يذكر. لماذا؟ بسبب هذه الأحكام المتشددة تجاه الزنا. حفظ النسب من مقاصد الشريعة الكلية الكبرى. كم تتوقعون نسبة أولاد، ما أقول أولاد الحلال، إنما من يعرف أبا في بريطانيا، في استبيان رسمي حصل قبل عدة سنوات طلعت عليه في لندن، في مدينة لندن، من يعرف أباه يجزم، لمو يعرف، لا يجزم، الذي يعرف أباه نسبتهم أقل من 50%. الذي يقول أنا ابن فلان، طبعا هذا يعني يحتمل، يعني عنده، يعني يغلب على ظني أنه ابن فلان، يعني توقع أنه ابن فلان، ما في شيء مؤكد. أما الآخرون لا يعرف من أين ولد، بسبب هذا التسارع في هذه الأشياء. ولذلك نكون على حذر، نعود إلى أصولنا، نعود إلى فقهنا، نعود إلى ديننا حتى نحفظ حياتنا. هم يحسدوننا الآن على الأسرة. هم رأيتم في بريطانيا ملك ولي العهد أيام ديانا وتشارلز وخيانة، هذا تعترف، هي تعترف بالخيانة وهو يعترف بالخيانة، وهم هؤلاء الأسرة المثالية في للبيت الإنجليزي. المسلمون لا يزال على ما فيه من تخلف وعلى ما فيه من ركود. عندنا قيمة الأسرة قيمة مقدسة. نعم.